هل تعتبر نفسك ياسين؟ صلى الله يرحم خليل. انت دفعت في قضايا اعدام قياديين. انا دفعت على راس الغنوسي وانا منعته من الاعدام. انت منعته من الاعدام؟ انا منعته انا وزين العابدين بن علي. عماد دغيش اللي هو من المؤسسين بتاع ائتلاف الكرامة ساند مرشح النداء. النداء الاخير للسلطات الرسميه الكل في تونس انه المرحوم الرئيس زين العابدين بن علي دم في الدوله التونسيه 53 سنه قدم برشا للدولة بما له وبما عليه يستحق جراية للتقاعد. وحش الشاشة سمير الويفي 9:15 متاع الليل على قناة التاسعة.